السلام عليكم شو تصير معكم طلع كذا واسكلر انت بعد المهم اليوم جي لكم مقطع جديد. المقطع هذا فكرته غريبه ما حد قد سواها والله ابد ما حد سواها. قلت ليش ما اسوي تحدي الرقص بين انس اسف واحمد اوكي ونشوف من افضل رقص. اول واحد يجيب 3 رقصات له $30 اوكي. بعدين اول واحد يجيب 5 رقصات يعني صع عليه له $50 سو اوكي. خلاص ال 30 تروح يصير 50 بس. فهمتم؟ بتفهمون الفكره بالفيديو ان شاء الله. بس اتمنى ما تقصر معي باللايك. اذا عجبتك السلسله هذه وتبغى تسوي جزء ثاني عطنا لايك واشتراك وانشر المقطع في كل مكان. ويلا خليكم مع التحدي. توم جاي من المدرسه ما يدري وش السالفه اصلا. يلا نشوف. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. مستعدين؟ اول واحد يجيب 3 نقاط له $30. اول واحد له 5 نقاط له 50 ستار. اذا كلكم زي بعض لازم واحد يخسر. عشان ايش؟ عشان واحد ياخذ الصور مو كلكم طبعا. مستعدين؟ يلا بسم الله نختار مع اول رقصة. ها؟ نقطة لأنس عرفها؟ طيب هذه اصبر. هذه يلا. اتحدى واحد تسوي هذه، اوكي؟ انتبه. هذه مرة سهلة. بنشوف الأول. خلاص؟ أحمد ركز. ركز يا حمود. يا حمود قبلك عطل هو فايز ترى. حمود جاهز؟ لا. أكيد صح عليك دقة. صح عليك الحين له 3 أفا وش؟ سهلة. أسهل شيء يا أخي. خلاص يلا باقي يلا الحين لك $30 انت يلا توصل 5 نقاط 50 يلا. شوفوا هذه يمكن الصوت ما تسمعونه زين لكن بقربها عليكم. الله 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 سهلة يا اخي. ها انت تعرفها ما تعرف؟ تعرف رقصات انت. طب بعطيك رقصة سهلة. مستعدين الرقصة هذه؟ هذه مرة سهلة. مرة سهلة يا شباب. لا تجيبون العيد فيها. يلا اصبر. الله الله. اسوء ما انت. يلا احمد واحد. حمود واحد. انس. أربعة. انس اذا باز بهذه. راح ياخذ الخمسين ستار. طيب هذه رقصة ممكن ما حد يعرفها. يلا جاهزين؟ يلا. ما تعرفها؟ ايش ده فاز انس احمد 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 قبلك احمد احمد قبلك حمود لا ثلاث اربعه ايه حمود قبلك حمود قبلك من اليوم يلا الرقصه الاخيره والاول هو الفايز تمام يلا توني داخل المقطع اليوتيوب قلت اشوفه يلا واحد اثنين ثلاث وش بدايتها؟ احمد احمد ما سويت بداية ما سويت بداية اربعة 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 والله اخر واحدة الاخيرة والحاسمة اكبر الاخيرة والحاسمة خلاص؟ لا الحين ما في غش الاخيرة والحاسمة ما دخل لو سوزي كذا لو نص خلاص نص امشي سوي لو نص امشي سوي يلا هذه اخر رقصة والخامسة مستعدين؟ أربعة أربعة نتيجة الرقصة الأخيرة صعبة وسهلة لازم تسوي زيها مو زيها بالضبط يعني على الأقل شبيهة لها إنك مستحيل تسوي زيها أوكي جاهز يلا بسم الله ترفع عجل وشي 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 وشي
بروح موت. شقلة. ايوه. لا ما له دخل. لا حطناها. تعرفها. طيب بعيد اخر مرة. بعيد اخر مرة. لا. يلا. خلاص لا تلعب فورتنايت. ذكرت ايش ابغى هذا يا شباب؟ لا ايش احس فيه شباب هذا؟ ما خطا يا اخوي خطا. اخضر خلاص 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 ما تعرفونها. الرقصه دي سهله مره. مستعدين؟ يلا. كمل كمل. أزور. شوف شوف يا أحمد. ما سوى زيها. إلا سوى زيها شفتها أنا. سوى زي إلا. مبروك مبروك يا علي. أزيد. يلا شوي فوق أمسك إياها. شوي. شوي هارد لوك. توهم جايين من المدرسة على طول تبي فكرة تحدي. وكالعادة أفا يا أحمد تخسر. مرة ثانية تدرب تدرب بعدين ذا. يتبغون جزء ثاني قولوا لي بالكومنتات خلاص. يبغون توقع جزء ثاني ايه هاي يبغون اذا يبغون جزء ثاني يلا سبسكرايب وكومنت يلا خليكم ايش وش رمك اذا يسوي 200,000 لايك ننزل زي بالضبط لازم تشوفون هذا $50 يستاهل على نفسك خلاص اوكي يلا اوكي يلا سلام عليكم.